كنجتمعوا هنايا في على صعيد الدار البيضاء الكبرى الاطباء مجتمعين على في اطار لجنه التتبع ديال الاضراب. هذا الاضراب اللي جاء تحصيل حاصل للظرفيه الحاليه اللي كيعيشها القطاع، وبحكم انه جات كانت هناك اجحافات في المساله ديال الملف ديال التغطيه الصحيه والخدمات الاجتماعيه. بحكم ان هاد التغطيه الصحيه والخدمات الاجتماعيه ورش ملكي، وحنايا كنا كنساهموا في النجاح ديالو، كان ولا بدا علينا اننا نقوموا بواحد اعطاء واحد سينيال دالاغ من الحكومه باش نبينوا لها بانه هاد المساله ديال هاد الدخل الجزافي اللي داروا في ديال 1000 ديال 2600 درهم راه جات شويه بزاف بالنسبه لعدد كبير من الاطباء الاسنان اللي كيعيشوا واحد الظرفيه حاليه مستعصيه، لانه بحكم هاد السنتين ونصف ديال الكوفيد، وهاد الناس اللي عندهم امراض مزمنه وعندهم اشكالات ومشاكل ماديه، حسوا بان هذاك القسط ديال المال اللي غادي يبدا يخلصوه جاهم بزاف. مساله اخرى للحكومه، الوقت اللي كانت كتناقش مع الوقت اللي كانت كتناقش وكتحاور مع المؤسسات ما خداوش بعين الاعتبار الظرفيه الحاليه ديال القواعد ديالهم. دونك مي خرجت هذيك القانون، مي خرج هذاك لو طو ديال 2600 درهم في الشهر، القواعد جاوا انتفضوا وقال لك بان هذا الشيء بزاف علينا، احنا ما يمكنش لينا نخلصوا هذا الشيء، وطلبوا منا حنايا كنقابه اننا نوصلوا الميساج للمسؤولين. حنا كنقابه مهما انه القواعد ديالنا جات وتشكات على بزاف ديال المعضلات وبزاف ديال لي كونترانت وبزاف ديال المشاكل اللي كنعانيو منهم، حنا ملزوم علينا اننا نوصلوا الخبر ونواكبوا هذه المساله بطريقه سلميه ودبلوماسيه وحضاريه، ونوصلوا الميساج للحكومه بانها خاصها تعاود الحوار مع المسؤولين ومع النقابات باش نلقاو حل بديهي اللي غيخلي بان هذا الورش هذا يزيد القدام، والناس يمكن لها تؤدي الواجب اللي عليها بطريقه سلسه، وتبقى هذيك الامور تبقى غدا دون لو طون دون لسباس. ضمنوا اليوم حنا جميع الاطباء باش نوصلوا الصوت ديالنا الى المسؤولين الكبار باش يوقفوا معنا. احنا عندنا مشكل ديال هادشي ديال اللي عاد زادوا علينا هاد الشارج، يعني هادشي كثير شويه، لان على الضرائب على المصاريف اللي كثيره، ومع هادشي ديال الكوفيد ولات المسائل ديال التعقيم، وهذه زادت علينا ثلاثه المرات ولا اربعه النوبات ما كنا نحتاجوه، فكل شيء تقريبا كل شيء ولا يعني مصاريف كثيره جدا. الا بغينا نمشيو في القواعد الصحيه المعقوله راه داكشي كثر، فهمتي، بدلا من ان الدوله توقف معنا وتنقصنا بعض شويه ديال الشهر سواء في الضرائب وهذه، فاذا به كنتفاجئوا بانه خصنا نخلصوا مصاريف اخرى في سي ان اس اس، واعتبرتنا حنايا من واحد النوع ديال الاطباء اللي هما بحال المتخصصين وداكشي، يعني واحد اللي غادي يخلصوا كثير، اللي غيساهموا بواحد القدر اكبر قدر تقريبا كاين في سي ان اس اس هما ديالنا، في حين انه كاينين شي عيادات عاد بداو وكيتشكاو بان ما كاينش يعني الخدمه بزاف، وكيتشكاو بان مصاريف كثيره، ف يعني حقيقه ولا يعني تقريبا دابا الان الاطباء بعض الاطباء يسدوا لان ما قدروش، وهذه المساله هذه ما خصناش نوصلوا لها، يعني انسان قرا وشحال كافح وهذا وراك عارفين الساحه فيها كثير من المشاكل، من غير هذه المشاكل هذه كاين مشاكل ديال سوا ديزون لي شارلاتون داكشي، لان كيزحموا الاطباء في هذه المهنه هذه، ف يعني كثير عندنا عوائق كثيره وكثيره متنوعه، ف بغينا نوصلوا الصوت ديالنا ان شاء الله يوصل باذن الله ويشوفوا من هذا الامر هذا. سبب الاضراب ديالنا، الاضراب ديالنا سلمي اولا، هو عباره عنه غلقنا العيادات ديالنا اليوم باش يوصل الصوت ديالنا للمسؤولي، كنطالبوهم يعاودوا يناقشوا معنا المساله ديال هاد لاكوتيزاسيون ديال لا سي ان اس اس، التغطيه الصحيه هي بادره طيبه مزيانه، لان كنشوف الدول المتقدمه عندها ان ايبانويسمون سوسيال، دونك التعليمات الساميه مزيانه جات في واحد الوقت مناسب، سورتو مع هاد التجربه اللي هي شويه صعيبه ديال لا بانديمي ديال كوفيد،
ولكن خاص تكون شي شويه لوجيك منطقيه في ان الظرفيه الحاليه شويه صعيبه. يلا ابين بدينا تنعاود نحسوا ان رجعنا للعمل، واخا ان لا فريكونس ولا لو ديبي ديال لي باسيون راه ما كانش كيما كان افون، لان حتى الناس المواطن كان كيجي كيجي عندنا العياده ديالنا اولا بور لا بريفونسيون، لان الوعي ديال المغاربه تبارك الله مزيان، كيجي بور بريفونير كي كنقولوا فو ميو كو غيرير. دابا حاليا تيجي غير في لو كا دورجونس، تيجي في لو كا دورجونس. دونك وحتى حنا كنتعاطفوا مع المواطن، لان الناس مساكن ما خدموش، ما كاينش قدره شرائيه، دونك اون ميم ايتي اوبليجي دو بيسي لي بري ان بتي بو باش نتعاطفوا ونتعاونوا معاهم. هذا هو اللي مطلوب. في الاساس كانوا النقاشات الاولى اللي تبرعوا الاتفاق الاول، ولكن اذا بنا حنا تفاجئنا ان كاين واحد يعني في لو كور ميديكال تخصصات اخرى اللي استفدوا قل منا. حنا الا جينا نشوفوا نكونوا واقعيين، عندنا بوكو دو كونسومابل، بوكو مي فريمون بوكو دو كونسومابل اللي تنشريو، يعني كنصيروا على هذاك لاكت اللي كنخدموا به ان اكت اون بو لو كالكولي كاريمون بشحال تقام علينا شحال بقى لينا، يعني ما غاديش نقدروا نواكبوا. حنا حبذا كون داروا لنا واحد المبلغ اللي هو منطقي اللي غادي يضمن لينا حنا ولا الدوله ان اوموا لي كوتيزاسيون اي سيغون ريغولييغ اي اون كونتينيو. إذا حملونا أكثر من الطاقة ديالنا ما غاديش يكون داك الشيء أتون، إي لا سيتياسيون فا أمبيغي باسكو يوغا دي ماجوراسيون يوغا دي بيناليتي سا فا ساغرافي. وكاين شباب اللي يلاه تخرجوا صعيب الحال عليهم، دابا حاليا لا اللي قديم ولا اللي جديد كلشي مقصح. بالنسبة للدار البيضاء الكبرى مثلا ما خصناش نساو أن حتى يعني السمة الكرائية ديال العيادات راه غالية، ولو كتمشي لحي شعبي راه كتبقى ان كابيني 4000 درهم لو موا 5000 درهم لو موا، عندك لي شارج عندك لاسيستونت، كاين بزاف ديال لي فري. هذا هو اللي كاين.